بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على بعث رحمة العالمين. ذكر أو دعاء إن قلت يعني لا يعني في مصيبة يخلف الله سبحانه وتعالى عليك ما هو أفضل منه. اللي كتير من الناس ما تعرفوش إن أنت لو قلته ولو حتى بعد 10 سنين عندما تتذكر مصيبة أعطاك الله سبحانه وتعالى نفس الثواب الذي أعطاك إياه عندما يعني وقعت المصيبة، وده هذا الثواب العظيم. يعني سيدة أم سلمة رحمها الله رضي الله عنها عندما مات زوجها أبو سلمة مات شهيدا في بدر، في غزوة بدر، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قولي استرجعي ثلاثا، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون 3 مرات، ثم قولي اللهم أرجوني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فإنك إن قلت ذلك أخلف الله عليك ما هو أفضل منها، أفضل الله عليك ما هو أفضل منها حتما يقينا ولو بعد حين. فقلت كما قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم. فثم قلت في نفسي ومن أفضل من أبي سلمة مات شهيدا في بدر، يعني معروف أن شهداء بدر كان لهم منزلة خاصة بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنزلة عالية جدا، وهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء. 300 واحد الحرب في بدر دول أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وكان لا يجوز أبدا أن حد يتطاول عليهم أو يشتمهم أو يعني يمس منهم شعره. فقالت من أفضل من أبي سلمة، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يطلق عليها الباب ويطلب يدها تتزوج منه، وهي تتبغدد وتقول له ده انا ده انا ده انا غيوره، ده انا كبيره، ده انا في السن كبيره، ده انا عندي عيال، ويقول لها عيالك عيالي. هدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يشيل من قلبك الغيره. هنشوفه هي نفسها عندها تردد، ومين اللي بيخطبها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. انا هدعي ربنا سبحانه وتعالى يشيل من قلبك الغيره، قلت له انا بغير بخاف يعني يبقى اغير عليك اهلك. قال لها ما تخافيش، هدعو ربنا سبحانه وتعالى اشيل. قالت له انا امراه ذات عيال كثير. قال لها عيالك عيالي. قالت له انا سن كبير. وهي ما كانتش سنها كبير ولا حاجه، بس الصحابه رضي الله عنهم يعني كان عندهم تواضع، كان عندهم. فقال لها وانا ايضا ما اصابك اصابنا. فتزوجت عليه. شوف ربنا سبحانه وتعالى، شوف الثواب العظيم لهذا الذكر. ربنا اخلف عليها بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد الرسول. في مسند الامام احمد ان انت لو قلت هذا الذكر كل ما تنزل عليك مصيبه، كل ما تفتكر مصيبه، لو في مصيبه وقعت لك من 10 سنوات ثم قلت اول ما تفتكرها الله انا لله وانا اليه راجعون 3 مرات، ثم قلت اللهم ارجوني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ربنا سبحانه وتعالى يعطيك نفس الثواب اللي انت خدته ساعه وقوع المصيبه. لو ربنا حط لك في ميزانك مليار حسنه تاخد مليار حسنه. لو فقدت عزيز وربنا بنى لك بيت في الجنه سماه بيت الحمد، ربنا يبني لك بيت ثاني، قصر ثاني. يبقى اذا في 20 ثانية 10 ثواني مدة الذكر ده تاخد نفس الثواب اللي انت خدته لما نزل عليك المصيبة كل يوم. لو بعد لو الحديث بيقول ايه؟ ان الله سبحانه اذا قال احدكم اللهم ارجوني في مصيبتي ان لله وانا راجعون ان 3، ثم قال اللهم ارجوني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، جدد الله له الثواب كيوم وقعت عليه المصيبة. حديث في مسند الامام احمد. فكل ما تفتكر اي مصيبه لو كانت مصيبه صغيره وانت قاعد كده قول هذا الذكر، استرجع قول هذا الذكر، ربنا يخلف عليك بالافضل ويديك نفس الثواب اللي انت خدته ساعه موقعة المصيبه. ده ثواب عظيم جدا. كل قولي هذا استغفر الله العظيم. هكتب حضرتكم هذا الكلام تحت الفيديو، لا تنسوا تشوفوا على المقطع. كل قولي هذا استغفر الله.